ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والماء. هذا السؤال القبر. الثاني الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تواترت به الأحاديث أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، ترد عليه أمته ويشربون منه، ويذاد عنه كل مبتدع وكل مرتد، فالمرتد يذاد عنه ولا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال له إذا سأل لماذا ردوا يقول لأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم. وفي الصنف الثاني فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فكل من أحدث بدعة في الدين كالمعتزلة والخوارج والشيعة وسائر الطوائف الضالة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه يذادون عن الحوض يوم القيامة، فيذاد عنه كل مبتدع وكل مرتد عن دينه، ولا يرده إلا أهل الإيمان الصادق الثابتون على الإيمان الذين ماتوا على الإيمان الصادق، هؤلاء يرثون الحوض ويشربون منه شربة لا يظمأون بعدها أبدا، يردونه وهم عطاش ويشربون منه فيرتوون ولا يظمأون بعد ذلك. هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. فالذي ورد على سنة الرسول في الدنيا وشرب منها وعمل بها يرد عليه الحوض يوم القيامة ويشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، والذي أعرض عن السنة وابتدع البدعة أو ارتد عن دينه فإنه يصرف ويطرد عن الحوض. نعم. أشد ما يكون إلى الماء. نعم.